بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد ان شاء الله النهارده سيكشن رقم 2 في العضلات. في العضلات هناخد مجموعه العضلات اللي موجوده على السكابولا بتاعت الشولدر وعضلات اللي موجوده على الهيومرس اللي بيسموها عضلات الارض. اول حاجه العضله ده الكوتينيوس اومو براكياليس، بشيلها كده اهو، بيظهر عندي السكابولا اهيت، بيكون موجوده عندي هنا ده السباين، ده بيسموه السوبرا سباينيتس ماسل. السوبرا سباينيتس واخده من السوبرا سباينس فوسا ورايحه تمسك من اللي هو هنا عندي الجريتر والليسر من الكرينيال بوردر بتاعتها، من الكرينيال بارت، وتعمل اكشن بتاعتها، بتفتح المفصل ده، بتعمل اكستنشن للشولدر، او موجوده من بره بتساعد في الابدكشن. بعد كده العضله الثانيه دهيت بيسموها الايه، الانفرا سباينيتس ماسل، واخده الانفرا سباينس كله اهو ورايحه تمسك في مين، في الكودال بارت بتاع مين، بتاع الجريتر تيوبر. الاكشن بتاعتها عضلات من اللاترال بتعمل ابدكشن. بعد كده العضله المقطعه ده بيسموها ماسل دلتويدس، يبقى دهيت الماسل دلتويدس بنقطعها كده اهو، بنلاقي موجوده عندي اي حاجه بنفس الاسم، بتاخد من الكودر بوردر بتاع الاسكابولا وتروح تمسك فيه بنفس اسمها الدلتويدس، تمسك في الدلتويد، الاكشن بتاعتها تقلل لي الزاويه بتاعت المفصل ده اللي هو الشولدر جيم، بتعمل فليكشن فيه، او عشان هي موجوده من بره من اللاترال جروب بتعمل حاجه اسمها ايه، ابدكشن. لما افتح ده كده الاقي عندي عضله صغيره اهي، العضله دي بيسموها التيريز مينور ماسل. التيريز مينور ماسل دي لها نفس الاسم، يبقى نفس الحكايه بالظبط، يبقى بتاخد من الكودر بوردر بتاع الاسكابولا تمسك بنفس اسمها التيريز مينور تيبريستي، اكشن بتاعها بتعمل فليكشن في الشولدر او بتعمل بتساعد في عضله انها تعمل ايه، ابدكشن. ده بالنسبه للعضلات سوبرا سباينيتس، انفرا سباينيتس اللي هي الدلتويدس، بفتح الدلتويدس الاقي عندي حاجه اسمها التيريز مينور. بعد كده لما اقلب اخش على الميديال جروب بلاقي عندي اول حاجه باخد بالي ان السوبرا سباينيتس ظاهره برضك من ناحيه الميديال، اللي عندي الكبيره ده كده اهو بيسموها الساب سكابولر ماسل، واخده من الساب سكابولر فوسا رايحه تمسك في الكودال بارت بتاع مين، بتاع الليسر بقى من جوه اهوت. الاكشن بتاعتها دي من عضلات اللي هي الميديال، يبقى بتعمل ادكشن، تقرب الرجل من الترانك او من الجسم. بعد كده الاقي عندي العضله اللي تحت دي بيسموها ايه، بيسموها التيريز ميجور ماسل. التيريز ميجور بنفس الاسم، تاخد من الكودال بوردر بتاع الاسكابولا وتروح تمسك في مين، في التيريز ميجور تيبريستي، الاكشن بتاعتها بتقلل لي الزاويه بتاعت المفصل ده، او عشان هي موجوده من الميديال بتقرب الجسم بتاعي، بتقرب بتعمل ايه، ادكشن. يبقى خدنا في الساب سكابولر ماسل والتيريز ميجور. ثالث واحده معانا اهوت بسميها الكراكو براكياليس، بتاخد من الكراكوت بروسيس وتروح تمسك على مستوى التيريز ميجور في اللي هو ايه، الميديال سيرفيس بتاع الهيومرس. الاكشن بتاعها هي من عضلات الميديال، بالتالي هي بتعمل ادكشن. في عندي عضله صغيره بشوفها بالعصب دوت، العضله لما تشد بتبقى موجوده هنا كده، العضله الصغيره مش عايزينها، بيسموها ارتكيولار زوميراي، بتشد الكبسول. خلاص ده بالنسبه للاربع عضلات اللي هم موجودين من الميديال، والاربعه اللي موجودين من اللي هو اللاترال اللي بيسموهم عضلات الشولدر. ننزل تحت الاول ناخد عضلات بيسموها عضلات الارض. اول حاجه عندي في اتنين من قدام بحرف البي، اول حاجه دي بيبقى عندي ادي بطن اهيت، وادي الثانيه دي، ودي بيسموها البايسبس، البايسبس براكاي ثنائيه البطن، واخده من فوق من السوبرا جلينيت تيبركل ونازله تحت تمسك في الريديال تيبريستي، اكشن بتاعتها بتعمل فليكشن في مين، في الالبو جوين. تاني واحدة عشان اقدر اشوفها من قدام بفتح مين بقى؟ بفتح اللاترال هيد بتاعت الترايسبس، الاقي عندي الكبيرة دي من قدام يسموها البراكياليز، شغلة عندي الماسكولو سبيرال جروف او البراكياليز جروف، ونازلة تمسك في الميديال سيرفيس بتاع مين؟ بتاع اللي هي الريديوس، الاكشن بتاعتها بتقلل المفصل بتاع مين؟ بتاع الالبو جوين. عندي بعد كده هناخد العضلات اللي موجوده من ورا الثلاثه، الثلاثه دول بيروح يمسكوا في الاكرونيوم، الثلاثه بيعملوا اكستنشن. اول عضله عندي الكبيره ده بيسموها ترايسبس، ده اللونج هيد بتاعت الترايسبس، بشوفها من ناحيتين، ده اللاترال هيد بنسيشن، اللاترال هيد دي اللي بفتحها، لما افتحها بشوف البراكياليز واشوف الثالثه اللي هناخدها كمان شويه بسميها ايه؟ الانكونيوس، يبقى ديت الانكونيوس، يبقى انا عندي في لونج هيد وفي اللي هو اللاترال هيد، اللونج هيد بتاخد من الكودال بوردر بتاع الاسكابولا وراح تمسك في الاكرونيوم، الاكشن بتاعها اكستنشن ل اللي هو الالبو جوينت. الثانيه اللاترال بتاخد من الخط اللي موجود فوق الدلتويد والدلتويدس او الدلتويد بروسيس، بتنزل في الاكرونيوم تيبريستي، الاكشن بتاعها بتعمل ايه، اكستنشن للالبو جوينت. لما اجي اخش عندي من على الميديال الاقي ظاهر عندنا اهوت العضله دي، العضله دي بيسموها التنسور فاشيوي انتي براكياي، واخده من التندون بتاع مين، من اللاتسماس دورزاي، وبتاخد كمان من الكودر بورد بتاع الاسكابولا. المهم بتنزل تمسك عندي في الفاشيه بتاعت الارم فور ارم، وبتمسك كمان في مين، في الاكرونيون، الاكشن بتاعها بتعمل اكستنشن وبتشد الفاشيه بتاعت الفور ارم، دي اللي بنسميها تنسر فاشيه انتي براكيال. وده اللونج هيد ظهرت منك وايه من جوه، ودي الميديال هيد، دي الميديال هيد بتاخد من الميديال سيرفيس بتاع الهيبرس وتيجي تمسك في مين، في الاكرونيون، الاكشن بتاعها اكستنشن للالبو جوين. بعد كده عندنا اهوت بيكون عندي اتبقى عندي العضله الثالثه، خدنا ترايسبس والتنسور فاشيه انتي براكياي، هيتبقى عندي الثالثه اللي احنا كنا مسمينها ايه، الانكونيوس. نفتح كده اهوت الاقي موجود عندي هنا ايه، الانكونيوس. يبقى انا عندنا اهوت الانكونيوس ده عامله ايه، واخده من اللاترال ايبيكوندوليت كريست، ماسكه في الاكرونيوم تيبريستي، الاكشن بتاعها بتعمل اكستنشن. العضلات الثلاثه اللي كانوا من ورا كانوا عباره عن الترايسبس والانكونيوس والتنسور فاشيه انتي براكياي، وكان من قدام في اثنين البايسبس ثنائيه الراس
خلاص، وكنت عشان اشوف التانية بفتح كده وقت اشوف مين البراكياس. وبالتوفيق ان شاء الله.